والبوكس نيوز، ولكن قبل هذا نرجو نحكيو على الأخبار اللي حكينا عليه البارحة، عملية الحرقة اللي صارت في سواحل جربة وين تمكنت وحدات الحرس من إنقاذ 29 شخص عفوا، وانتشال 15 جثة من ضحايا الحادث هذا. قعد ثم شخص مفقود حد البارح، معناش جديد في علاقة بالشخص هذا، ولكن ثم جديد في علاقة بالناس اللي نظمت رحلة الموت هذه. معنا مشكور على قبول التدخل العميد حسام الدين الأجباب لناطق الرسمي باسم الحرس الوطني. سيد العميد صباح النور، مرحبا بك في الرفماق. وأخير سيد رفيق وكافة فريق العمل اللي معاك في الرفماق وسيد المستمعين والمستمعات. شكرا لك على قبول التدخل سيد العميد. نبدأ بالنقطة الأولى، فما مواطن قعد مفقود البارح هذه حكينا فيه الصباح، ثم جديد في علاقة بالمواطن هذا؟ لا توا بالنسبه لنا احنا توا بعد ما صارت عمليه ايقاف المنظمين والمنظم الرئيسي وزوجته والعشرة وسطاء، تبين اللي كونوا ثم 58 شخص كانوا على متن زورق البحر. وبالنسبه لوحداتنا الحرس البحري وجيش البحر والحمايه المدنيه، تمكنوا في الدوب سماع نداء الاشعار الاولاني من نجدة وانقاذ المجموع الكل 31 شخص وانتشار 15 جثه بما فيهم 3 رضع. دونك تقريبا العدد 46، دونك مازالوا 12 من بين المفقودين حسب المعطيات الاوليه. لكن بعديك في الافاده من بين واثناء تقدم الابحاث مع الاربع الانفار الاولانيين، يقولوا اللي ثم سته اللي اشخاص كانوا معاهم في رحله الموت وخرجوا قبلهم لليابسه، دونك وتفرقوا فيما بعد في الطبيعه. دونك لهنا ذاك علاش ثم تضارب في خصوص بعض الاعداد، ثم سته ثم شكون خمسه. دونك هذا كله قاعدين احنا ندعموا فيه من خلال البحث عن المفقودين اللي بدات نهار صارت الحادثه وبقت متمه حاليا، وتواصلت العمليه خاصه البارح على السواحل، واليوم السبعه نتاع الصباح انطلقت عمليه البحث عن المفقودين من طرف الديوان البحريه وجيش البحر والحمايه المدنيه والحرس البحري والنيابه العموميه بالتنسيق معها اذنت بفتح بحث تحقيقي اللي سيد قاضي التحقيق المنيب بالمحكمة الابتدائية بمدنين إذن لفرقة الإدارة الفرعية للأبحاث بإدارة استعلامات الأبحاث بالعوينة بإتمام الإجراءات القانونية ومواصلة البحث. قداش من شخص متورط في الرحلة هذه رحلة الموت سيد العميد إلى حد الآن؟ ثم 12 شخص متورط، ثم المنظم الرئيسي وثم زوجته وثم 10 وسطاء بمختلف الأعمال نتاعهم اللي قاموا بها. ثم شكون قام بعملية التدبر والتدبير، ثم شكون قام بعملية الإيواء، ثم القرشار اللي خلص فلوس نتاع الزورق، ثم السمسار اللي كري لهم الدار، ثم مجموعة أخرى قامت بنقل المركب البحري من قرقنة إلى جزيرة جربة قبل 4 أيام من عملية البحار. دونك ثم مجموعة كاملة هذي، ثم وفاق إجرامي بامتياز قامت وحدات الاستعلامات والابحاث بالتنسيق مع كذلك الحرس البحري باقليم الجنوب اللي يعطيهم الصحه في ظرف وجيز تمكنوا من الاطاحه بالوثائق هذا الكل في اماكن مختلفه سواء كان في سويق سواء في جربه. كي نقولوا تدبر وتدبير ايش معناها سيد العميد؟ دونك ثم شكون اللي بطبيعه الحال تو انت المنظم انت لهنا قام بعمليه التحضير لعمليه البحار خلصه باعتبار اللي كانوا نسق قبل عمليه ابحار خلصه واخرها كانت يوم 29 اوت 2024 نحو الفضاء الاوروبي. دونك هو متعود في هذا المجال، زوجته هي اللي تقوم بعمليه الاخفاء المبالغ الماليه وفاق كامل من خلال تسهيل عمليات التنقل لمراقبه الدوريات الامنيه واماكن تواجدها زاد هذايا كيف بين الاشخاص اللي مورطه وتورطت في اثناء جلب الزورق البحري خاصه من جزيره جربه اللي دخلوه الراس الرمل. ونحن كي نشوفوا تو العمليه ككل تقريبا على بعد 500 متر من سواحل جربه يغرق المركب البحري ويتم انتشار 15 جثه، هذا راه دل على شيء، فهو دليل على كونه راه تغير الاحوال الجويه، هذا راه ما يتمنش الطقس البحر بصراحه يبدا تو كيب من بعديك راه يتبدل في ظرف ساعتين في ظرف 3 سوايع. والنشره البحريه الخاصه باللي معاه الوطني الرصد الجوي واللي تخوها وحداتنا والاداره العامه للعمليات وتنسق فيها مع مختلف الحرس البحري والاقاليم البحريه الاربعه اللي موجودين سواء كان في الشمال والوسط والجنوب والساحل،
الا وثم تغيرات خاصه في شهر سبتمبر واكتوبر، دونك ما فيش امان للي ناوي باش يعمل عمليه ابحار خلصه. وهنا رينا نحن جربع مره ما سمعنا منها ثم كان حرقه، نعرفوا ثم بلايص معينه ثم تركيز امني موجود بحري، وكذلك حتى على الطرقات وحتى على المسالك المؤديه، خليت العباد اللي هي باش تبدل الوجهه نتاعها وتنطلق من جزيره الاحلام جربه، من سواحل جربه. بربي باش ناخذوا فكره سيد العميد، عندكم المعلومه او موين قداش دفعوا مثلا باش يحاولوا يحرقوا؟ لا شوف توا هذه في طور الابحاث، الحق ما عنديش توا المعلومه، لكن في طور الابحاث بخصوص العديد من التفاصيل، في اهمها توا معرفه العدد، وقاعدين في وباش نعرفوا زاد كيف زاد الدوافع اللي على 500 متر ويغرق تغرق الفلوكه، دونك هذا مازال في طور البحث اللي اليوم ان شاء الله للاتحاد كل المجموعه اللي على ذمه الاداره الفرعيه للابحاث بإدارة الاستعلامات اللي باش تنجم كانت قدمت في الابحاث، واللي بطبيعه الحال اللي ممكن منه والمسموح نجموا نقدموه للراي العام ونحط اتصال مع بعضنا، وبطبيعه موضوع محل متابعه من طرف الجميع. مشكورين لكلكم على المجهود الكبير اللي قاعدين تقوموا به سيد العميد، وكل بابور نتاع حرقه توقفوه، نسبه نتاع توارسه كانت باش تموت، انتم منعتوهم، هذا واقع ما نجموش ننكروه. سؤال اخير، الموين داج معدل الاعمار في الفلوكة هذه مثلا، عندنا فكره عليها سيد العميد؟ ثم مسنين سمعنا الرضع محترم. قلبنا وجعنا على الرضع، ثم الرضع، ثم زوج وزوجته معها رضيع نتاعهم، هذوما توفوا كذا ربهم يربي يرحمهم من كل، وان شاء الله فهمتني المفقودين نلقاهم، واحنا نقولوا ان شاء الله يطلعوا خرجوا وهربوا ومازالش، خلينا نقعدوا شانعين نلوجوا عليهم، واللي استعملت جميع التقنيات البحريه خاصه الرادار اللي تعمل ديتكسيون تاع الكادافر اللي في الماء، والغواصين وحتى مال تاع الحمايه المدنيه غواصين زاد كذلك من الحرس البحري وغواصين من مركز الغوص الخاص ميسيرش، اما نحن ان شاء الله نقولوا فهمتني ولا خرجوا واتصلوا بعائلاتهم، لكن نداء اللي تو حتى من احد الاقارب نتاعهم اللي خرج ميسيرش يتواصل مع الوحدات الامنيه في خصوص تفكير الملف هذايا. وبالنسبه لمختلف الاعمار مختلفه كما قلت لك، ثم زوج وزوجته ورضيع توفى، وثم شكون ثم رضيع توفى، ثم كيف زاد رضيع اخر، دونك هذه مختلف الاعمار اللي موجوده في زورق الغرق. شكرا لك سيد العميد حسام الدين الجبابلي الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني، مشكور على قبول التدخل وبالتوفيق لكم ان شاء الله. قال جمله مهمه جدا العميد حسام الدين الجبابلي، بالعباره باش نعاودها، قال لك ميسالش خلينا احنا الشانعين، قال لك خلينا احنا الشانعين في البحر وفلايك ورادارات وهليكوبتر من فوق تلوج وغيره، ان شاء الله يكونوا منع حي، ان شاء الله يكونوا حيين. وقال لك بربي الاولياء العائلات اللي عنده شكون وخلط واتصل به يعلمونا ميسالش باش هالسته ولا ال 12 ولا ال 13 المفقودين، خليه يتسكر الدوسي. نتهناو يا سيدي انهم وصلوا اليوم، هذا ايش قال العميد، ما نتمناوش يكونوا ماتوا، الحرقه صارت والفلوكه تحركت، ولكن المهم انه يكونوا على قيد الحياه، هذا ما نتمناوه، وخرجوا سي على الاقل ما يكونوش ماتوا. البارح واحنا نحكيوا على الموضوع هذايا، فما برشا لمونيه انا خاصه تنظر على العباد وتنظر والناس وظروفها وكل، قلت مهما كانت الظروف مخي لا يستوعب انه واحد يهز كبته يحطها يغامر بها يلعب بها تروح بوكير، والسيناريوهات عده، ينجم تموت هي وهو يروح، ينجم يموت هو وهي تروح، والعكس صحيح، ولا ينجم يموت زوز ولا هذا اللي صار. هذيك عائله من مدينه بوحجله متكونه من بو وام ورضيع عمره 2 في حادثه غرق مركب هجره غير نظاميه بسواحل جزيره جربه. عم المتوفي يتحدث في الهاتف معنا، على تسجيل معناش التسجيل باهي، كان حاضر التليفون ميسالش ناخذوه بعد شويه، ولكن هذا دليل على انه كلامنا البارح ما نجم يكون كان صحيح. شو شعورك انت اليوم كي البو والام والخوت وفاوا وخو عمره 6 سنين قعد عايش وحده، شو ما قالوا؟ هل فما حاجه في الحياه ولا ظرف في الحياه يخليك تلعب تروح البوكير هذا وتقمر التقميره هذه باش يموتوا؟ الله يرحمهم وينعمهم ويسامحهم الكل، واللي يقعد طفل عمره 6 سنين هذه شو حياته اليوم؟ خسر ابوه، خسر امه، خسر اخته، وعايش وحده في الدنيا هذه بسبب اننا نبحث على مستقبل افضل. انا هذا اللي خلاني البارح نقول انه ما فماش حاجه تخلي عبد يلوح كبته في البحر الابيض المتوسط بيتي عله انه يحسن ظروفه مهما كانت الظروف. مانيش ننظر، نعرف ثم ناس تعبه، ولكن هذه موت،
هذه تقميرة بالموت، فما حتى شيء خليني قمر بالموت.